الشجرة مع رفقاته، واحد أخضر وواحد أسود. إجت سيارة حبسية. أمي حبيبي، دخيل هالريحة الحلوة. عم طاهر قال لي حياخدني عالشغل لنكسب رزقنا. امتى حنروح؟ ايه، وانا امتى رح اكل هالتم اللي عم يقول نكسب رزقنا؟ طاهر عم يستناك هونيك، قال هو عامل لك مفاجأة. مفاجأة شو امي؟ خبريني. حبيبي هي اسمها مفاجأة، واذا خبرتك عنها وقتها بتخرب المفاجأة. ولك دخيله اللي كبر وبلش يركض ورا رزقه يقبر قلب مرت عمه ان شاء الله. روح حضر حالك لشوف، اركض يلا بالم الحقيقي يلا. وانت كمان جيلان فوتي معهم لجوا الحقيقيون. سلفتي خير؟ شو صاير معك اليوم؟ كأنك متضايقة ما هيك؟ مرقت لشوف مرجانة كيف صارت. ايه هلأ فهمت شو الموضوع. بتكون تركان اكيد سمعتك كم كلمة. انت التانية شو اخدك لعندها؟ كيف يعني شو اللي اخدني؟ هلأ مرجانة بحاجة لمين يدعمها. اوه والله اهلين وسهلين سنية خانم. نياله اللي بيشوف هالوش الحلو. ليكي اللي قلته مانو من قلبي، انا بكره تمسيح الجوخ نفس. آسيا شبكي؟ رحت على قبر عمك، دعيت له هو وطاهر المجنون، لاني الي زمان ما زرتن. الله يرحمه. الله يرحمه. كل مين راكد ورا مصلحته وبس، العايشين ما حدا متذكرن. بقى كيف الميتين؟ مين حيتذكرن؟ والله ما قصرتي سنية خانو. آسيا اسمعي، مين طاهر؟ عمون لمصطفى. وطاهر توفى من زمان. عمون عن جد؟ ايه عمون. شبكي مصطفى كان عمره 6 سنين وقت اللي توفى عمون. بشو توفى؟ صابه مرض؟ لا مو مرض، في مين قتله. قلبه وقع بحب وحده، ومن بعدها راح ورا حبه على اسطنبول. بالاول قالوا ابوها للبنت قوصه، وبعدين عرفوا انه هو تقوص هون مو هنيك. بالاول قوصوه لطاهر، وبعدين قوصوا اللي حبه. وليش قتلوهن؟ يظهر كان في حدا بيحب هالبنت وطاهر أخدها، وجوزك تسمى على اسم عمه. بس ما سمعت حدا منكن عم يحكي بهالموضوع من قبل. شش، لأنه هالموضوع ممنوع ينفتح هون، أبداً ما بينفتح. لا تتضايقي حياتي، ما بحب شوفك هيك. أنت ما تاكلي همي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.